إذا أردت قص هذه الحفرة أو عمل دائرة خشبية فعليك وضع دائرة أخرى بهذا الشكل والكبس، ثم وضع المقص بهذه الطريقة وسيسهل عليك الأمر. إذا كنت تريد أن تقوم بثقب أي قطعة بلاط فعليك وضع هذه القطعة لتلتصق، وبعد ذلك تأتي بالمثقاب ولن يتحرك أثناء عملية الثقب. إذا كنت تعمل في مجال النجارة وتريد إخفاء البراغي فعليك بهذه الفكرة، وهو عمل نتوء بهذا الشكل في الأخشاب ووضع البراغي كما ترون. للأشخاص الذين يعملون في مجال الجيبس هذا الابتكار رائع جدا حتى تقوم بتثبيت البراغي. هذه النصيحة موجهة للنجارين، إذا كنت تواجه عاقا كهذا فعليك أن تتعلم كيف تقصه باستخدام هذه الطريقة. إذا كان البرغي عند تركيبه لا يشد معك فعليك استخدام هذه الحيلة بوضع هذا الدبوس المعدني، وبهذا الشكل سيغلق معك كما ترون. يبدو أنه من الصعب إدخال هذه القطعة في الحائط لتركيبها، ولكن إذا وضعت براغي وبها أسلاك يمكنك تثبيتها بكل سهولة، وذلك عن طريق وضع هذه القطعة وربط السلك بها بهذا الشكل. إن كنت تريد وضع علامة للمكان الذي تريد الحفر به فعليك أن تضع قلم الألوان بهذه الطريقة حتى تعرف مدى عمق الحفر. إذا أردت خلط عبوة الدهان هذه ولم تجد شيئا تخلط به فقم باستخدام هذه العلاقة للملابس وقصها بهذه الطريقة وأخذ هذا الجزء وتشغيله مع مثقاب، تحصل على نتيجة إبداعية. إذا كنت تعاني من غرق الفرشاة داخل الدهان فقم بتثبيت هذا البرغي الذي سيساعدك كما ترون. فكرة رائعة باستخدام هذه الزاوية لرسم دائرة. يمكنك أن تضع هذا المسمار الصغير وذلك لتتمكن من فك البرغي الذي في الباب. يمكنك أن تشد هذا النوع من العلاقات بعلاقة أخرى تضعها في المثقاب. إذا أردت تحديد دائرة كل ما عليك أن تضع المسمار وتلف القلم بهذا الشكل. قم بوضع متر القياس وقلم يتم تعليقه حتى تتمكن من التحديد بكل سهولة. شاهدوا هذا الدرج الرائع والذي يضيء عند نزولك، إنه مفيد حقا عند النزول بالليل. لنرى معا هذه الفكرة المميزة والتي يتم تنفيذها لوضع هاتين القاعدتين وتثبيتها بالإسمنت، نستطيع أن نجعله قاعدة لباب حديدي. هنا هذا الشاب يقوم بوضع الصمغ على الأرضية، وبعد ذلك يقوم بفرد هذه القطعة من النايلون والتي سيقوم بإغلاق الأرض بها بهذه الطريقة كما ترون. يمكنكم استخدام حيله المميزة إذا كنتم تريدون عمليات قص سلسة لهذه القطعة. عند فرش لاصق الأرضية بالطبع تواجهون مشكلة عند الزوايا بهذا الشكل، ولكن لحلها يمكنكم اتباع هذه الخطوة الجميلة والرائعة لإنهاء الأمر. ما
ما رأيكم بهذه الفكرة الرائعة لشبك الأسلاك الكهربائية داخل القطاع المخصص لها، وذلك حتى لا يحدث أي التواء؟ والآن نترككم مع بعض الأفكار الرائعة والمميزة والتي نتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد لدينا. هنا يمكنك أن تضع هذا الشريط اللاصق بهذه الطريقة على هذا المكان في علبة الدهان حتى تقوم بصب الدهان كما تريد دون أن تتعطل الفوهة وتتمكن من إغلاقها فيما بعد. عند وضع ورق الحائط فستواجهك مشكلة كهذه، فعليك أن تتعلم كيف تحل الأمر. بالطبع عند كسر هذه الرزات فإنه من الصعب أن يتم إصلاحها أو تركيبها حتى، ولكن بهذه الفكرة المبتكرة وهي وضع قطعة وإلصاقها بها بهذا الشكل وبعد ذلك وضعها على الخشب، فإنك ستحصل على قاعدة ثابتة وجيدة جدا. يمكنكم رؤية هذه الفكرة الرائعة لتركيب قاعدة مصباح بهذه الطريقة المميزة، فشاهدوا كيف تركب. إذا تلاقت القطع الخشبية معك بهذا الشكل وتريد حلاً، فعليك أن تقوم بعمل هذه القطع وقصها حتى تتمكن من ملاقاتهم بشكل جميل على الحائط. يمكنك التخلص من الخراطيم البلاستيكية ووضع هذه الخراطيم المعدنية والتي لن تعود لإصلاحها مرة أخرى في حياتك. شاهدوا هذا الرجل المبدع كيف يقوم بالرسم على الإسمنت وعمل أشكال جميلة. يتم هنا سد هذه الثقوب على الأرضية بهذه العجينة من الزفتة. بالطبع عند وضع البرغي بهذه الطريقة فإنك ستقوم بشق الخشب، ولكن عند قص طرفه فلن يحدث أي شيء. يمكنك أن تشاهد عند إدخال هذه البراغي وأن تضع هذه الآلة ستقوم بإخراج البرغي مرة أخرى. سيكون هناك أثر للبرغي عندما تقوم بوضعه بهذا الشكل، لكن إذا حفرت له بهذه الطريقة فإنك ستحصل على مكان جيد للبرغي. حيلة مميزة حتى لا تنكسر الأخشاب عند وضع البرغي. اجعل الأخشاب تنكسر. بإمكانك قص هذه القطعة الحديدية وهي البيلة لاستخراج هاتين القطعتين ووضعهم على الكماشة، وبالتالي سيصبح لديك أداة لشد الخراطيم. إذا أردت أن تشبك خرطومين ببعضهما البعض فاستعن بهذه الفكرة المميزة. شاهدوا كيف يقوم العمال اعتمادا على ثقلهم بغرز هذه الأعمدة الحديدية في الأرض. شاهدوا بهذه القطعة كيف يتم تسوية الإسمنت ليصبح بهذا الشكل. هنا بواسطة هذه الرافعة يتم تسوية الإسمنت على الأرضية بشكل مميز للغاية. هنا يتم أخذ قطعة النايلون هذه ووضعها ووضع إسمنت بها بهذا الشكل، وبعد ذلك يتم تركها على الأرض لتجف لتصبح صخوراً ذات شكل جميل. هنا بهذا الحفار شاهدوا كيف تم قص هذه القطعة من الحائط. إذا كانت لديك مشكلة بوضع هذه القطع البلاستيكية فعليك وضع قطعة بنفس الحجم، ولكن يمكنك تصغيرها بواسطة الحرارة
وبعد ذلك إدخالها حتى تتمكن من وضع القطعة الكبيرة بكل سلاسة ويسر.